السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الخبز ديال الباكيت أو الخبز ديال باريزيان أو الكومي كيف ما كنقولو له. غادي نديرو إن شاء الله بالعجينة العجيبة. غنحتاجو واحد الكمية، يعني الكمية اللي عطيتكم يعني ديال العجينة تكون وجدتوها وتكون ديجا خمرات، وغادي نحتاجو معاها واحد شوية ديال إما السانوج يعني الحبة السوداء أو الزنجلان اولا يعني زريعة الكتان، هادو باش نزوقو هكا نديرو فوق الباكيت. غادي نمشيو للطريقة باش اننا نهيئو يعني نصنعو دوك الكميرات. العجينة ديالنا هي حطيناها هكا، غادي نقطعوها، انا غادي نقطع على ثلاثة ونصنعو من كل قياس، نصنعو الكميرة. غادي نحاول ما امكن اننا ندخلوا هذه العجينه الوسط بحال هكا، بقى نديروا شويه ديال الدقيق باش ما يلصق ليناش يعني في الطاوله. نديروا بحال هكا، من بعد نجيبوا هذا اللي من هنا اللي من هنا نجيبوا هنا، من بعد عاوتاني نبرك على هذا اللي من هنا ونجيبو فوق من هذا، ومن بعد نبقى ندورو. خصني نبقى نديرلو بحال هكا باش يعطيني داك يعني الطول ديال الباكيطة ديالي. من بعد يعني نوصلو يعني الشكل ديال الطول اللي بغينا، نديرهم بحال هذا الشكل ونديرهم فوق الطاوله، فوق الطاوه يعني الطاوه اللي غادي تدخل للفرن. نعاودو الاخرى نديرو لها بحال هكا، يعني كما كنقول دائما نديرو الدقيق من تحت. غادي نطويها، غادي نجيبها ونطويها هنايا الوسط، وغادي نطوي الاخرى يعني وهاد الجهه الاخرى حتى هي كما شفتو، غادي نديرو ليها حتى هي نفس الطريقه. نجيبوها حتى هي الوسط يعني كيف ما شفتو، كان داك سميتو كنديروه على جوج يعني طويه هكا وطويه هكا. من بعد كنجيبو هذا ونطويو على الاخر صافي، ونبقاو يعني نحربلو هاد الشريط هذا، نحربلوه نديروه بحال كيما كنقولو يعني على شكل كوميرا. نديرو دائما دوك الطويات اللي طوينا نديروهم لتحت صافي هكا كنديرو ليه، ونخليوه حتى يخمر. غادي قبل ما نخليوه يخمر يعني كنقطعو يعني كنشرطوه بالموس. غادي ناخدو هاد الحريبلات هادو، غادي نشرطو عليهم بالموس اولا بالزوار، يعني مادة تكون حادة، يعني شي سكين يكون حاد يعني باش نديرو هاد الشريطات هادو. هاد الشريطات هادو كيعاونونا باش ان منين هاد الكمير يخمر و تيبغي يطيب، يعني كيكونو دوك لي غاز ديال الخميرة كيكونو داخل، كيكون عندهم بلاصة منين يخرجو، و كيجينا الكمير في الشكل ديالو زوين، يعني حتى في المنظر ديالو كيجينا زوين. صافي غادي نخليو هاد يعني الكمير ديالنا ولا الباكيت ديالنا يخمرو، عاد من بعد عاوتاني ان شاء الله نطيبوه. الباكيت ديالنا اولا لو باريزيان ولا الكمير يعني هو خمر، يعني ضاعف الحجم ديالو كيما شفتو ملي كيخمر، دوك الشريطات اللي كنديرو كيعطي واحد الشكل زوين. غادي نرشوهم بالماء كيما شفتو، ولا كانت عندكم ديك الرشاشه ديك اللي كتبخ الماء غادي يكون احسن، غادي ترشو عليها وترشو حتى على الطاوله يعني على هاد اللطا باش يبقى فيها الماء، لان داك الماء كيعطينا البخار ملي كيكون هاد المخبوزات كطيب، كيعطينا البخار في وسط من الفرن، وكيعطينا الخبز ديالنا كيجي رطب ما كيجيش قاسح. لهذا من الاحسن ان تكون عندنا البخاخه هي كتعطينا ترش لينا كل شيء صافي. ونرشو عليها كل وحده نديرو فيها شي حاجه، يعني هذه نديرو فيها زريعه الكتان، والاخرى نديرو فيها سانوج باش يعطينا شكل زوين، وفيها سميتو ولا نديرو فيها انا ندردرو عليه غير الطحين، يعني غير الطحين انا كنرشو على الخبز. كل حاجه نديرو فيها شويه، غادي نديرو لها سانوج
صافي. ومن بعد ندخلها الفرن اللي كيكونوا شعلناه يعني على درجة يعني سخون، يعني الفران يكون سخون مزيان مزيان، لأن الخبوزات تتبغي العافية، كتكون تتبغي الفرن يكون يعني سخون مزيان، ونخليه حتى يطيبوا مزيان ومن بعد نخرجوهم. الكمير ديالنا والباكيت ديالنا ها هو وجد طاب وحيدناه من الفران. درت معاهم واحد جوج ديال الخبيزات ديال همبرجر، قلت نعاود نديرهم. كيف ما شفتوا هاد الخبز هذا كيجي رائع، يعني كيجي منفوخ، انا قطعته يدا من الداخل باش نوريكم كيفاش كيجي. كيجي مفخفخ، كيجي رطب، روعة. وهادو خبيزات ديال الهمبرغر كذلك، يعني كيجيو مهويين من الداخل وكيجيو مفخفخين، يعني الواحد يقدر يدير منهم داك ساندويتش. ان شاء الله مازال غادي ندير واحد الساندويتش منه. كتشوفوا يعني حتى كي تيجي كيجي رطب ومهوي بزاف من الداخل. هادو خبيزات كميرات، يعني الواحد هكا يديرهم باش غوتي فطور. كنتمنى الطريقه اللي درت ديال هاد العجينه تعجبكم وتجربوها وتبقاو ديروا منها بزاف ديال الاشياء، يعني نتوما تفكروا ديروا منها. هي بصراحه السر فيها هو انها يعني كتنفخ، كتعطي لواحد الفوليم كتير، والعجين يعني المخبوزه ديالها كتجي مفخفخه ويعني من الداخل مهويه، يعني تقدروا ديروا بها اللي بغيتوا. نتلاقاو ان شاء الله في شيوة اخرى، مخبوزات حلويات ولا شهيوات. ما تنسوش تشتركوا معايا في قناة تعلم الطبخ المغربي بوكرن باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. نخلي لكم الراحة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامة.